14 هون راح تطلع 4. اذا سالب 4 وهون راح تطلع 3. سالب 4 زائد 3 سالب 1 على 14. انت شو حكيتي؟ سالب 11. سالب غلط. يعني حتى 2 في 12 7 مش عارفه 14 انتبه. معناته لما تغلط غلطة مثل هيك الغلط مش على السؤال الغلط على اللي حل. ما هي مشكله تسرعيش اسرعي بس انت دقيقة بدي دقة رياضيات يعني. طيب مرة ثانية مين يذكرني ايش يعني 50 في ثلث اللي احنا حكينا عنها انها بتطلع 2 على 15 هاي جوابها نضرب البسط في البسط المقام بس شو معناها اصلا كيف طلعت 2 على 15 هاي الطريقة الاجراء بسيط نضرب البسط في البسط والمقام في المقام بس فهمني اياها باشكال كيف اجتها شو معنى 50 في ثلث هي 50 في ثلث يعني معناتها 50 طلع اكتبها بالعربي 50 الثلث معناته انا في عندي ثلث اذا اول شيء خلينا نسوي الثلث انا بقول 50 الثلث معناته الثلث عندي بالاول اذا خلينا نعمل شكل طبعا انا كله بعمل مستطيلات او مربعات على اساس يكون سهل تقطيعه بس ولو تقدر تعمل دائره بتعمل اي شكل بدك اياه بدي اعمل ثلث هاي ثلث طبعا اعذرونا مش دقيق الرسم لكن انا ممكن هسه اعمل ورقه بيانيه وخليها تطلع بدقه لو بدي اقسم بدقه يعني ممكن نسويها ليش احنا نعملها صح ليش ما نعملها صح بدي ليش موجود على البورد هذا دكتور موجود على البورد كله موجود نعم خلينا نعمل واحدة ثانية أنا إيش مرة ثانية إيش اللي بدنا إياه كنت أنا بدور على إيش قاعد أنا بدي إيش ثلثين في خمس اطلعوا أنا لما حاط الجواب أنا طبعا عارف الجواب في بالي إنه بدي يطلع فيه 15 معناته أنا بدي إياه يطلع إيش إشي 15 فخليها 5 في 3 هذا طبعا فنية الأستاذ إنه لو بدك تعملها نشاط للطلاب علشان يكتشفوا الطالب يمكن لحاله من البدايه ما يكتشف هذا الحكي احنا نحكي قاعد مع طلاب ثاني وثالث مش ممكن يكتشفوا هذا الاشياء لحالهم فانت لازم تساعده لما تيجي تعطيه ورقه وتقول له ظلل لي الثلث اعطيه الورقه هيك اختفت هاي لا ما اختفتش عندي انا شايفها لا قصدي يعني بجيب لهم ورقه انا بجيب الورقه مقسمه جاهزه راح امشي طلع 1 2 3 4 5 بعدين بمشي هون 3 يعني الأستاذ هون هذا جزء من تحضيره للحصة إنه يكون عارف هو شو قاعد بيسوي مش هسه أنا لما أعطيك ورقة زي هيك وتكون مقسمة وأقول لك ظلل لي ثلث الشكل يلا 6 ليش 1 2 3 4 5 6 لا مزبوط كلامك 6 لازم يكونوا 5 لا احنا انت بدي اياها لا هو كمان بدي شيء انا ثاني منها بدي شيء ثاني منها شو هو الشيء الثاني ان اضبط على الرسم اللي بدي اياها انا اذا لازم اختار صح يعني يلا بدنا نمثل الثلث كيف الثلث بالضبط راح تقسم هيك هاي قسم الآن أنا ضامن إنهم إيش متساويات الثلث هاي ثلث طبعاً واحد قال لي طب إيش ضللت اللي فوق لما ضل اللي بالنص سير كل واحد إذا أنا هسه سويت الثلث ما ظلكم متذكرين شو اللي حطينا إحنا 50 يعني 2 على 5 50 الثلث أول شغلة جبت الثلث الآن الثلث هذا اللي مظلل بدي أقسمه لخمس أقسام بدي أقسمه لكم قسم خمس أقسام خمس أقسام متطابقة هاي قسم الثلث أنا بقى بقسم الثلث اللي مظلل بس طب ليش بتمده لعاد لا بدي أقسم كامل عشان أعرف بالنسبة للشكل الرئيسي قديش يلا هاي قسمين ثلاثة هاي ثلاثة هاي
أربعة خمسة. كم واحد راح أظل من مربعين؟ مربعين. لأن أنا بدي إيش؟ خمسين. إذا راح أظل هذا الجزء وهذا الجزء. الآن هذول الجزئين اللي بالأزرق كم من الشكل الأساسي؟ اثنين على خمستاش. اثنين من خمستاش مربع. إذا في هنا حكمة منك إنك تختار الشكل بهذه الطريقة. الآن لو اخترت إشي ثاني انتبه إيش وقت تقسم، كيف تقسم؟ بعدين بيعمم. بصير يعرف إنه البصل البصل المقام في المقام. فكروا في البيت ما معنى خمسين تقسيم ثلث؟ بدي ترجموا لي اياها بنفس الاسلوب اللي سويته هون بدون ما تقول لي القسمه عكس الضرب قلبنا تقلب هذيك. فكر فيها بطريقه ثانيه الان، فكر فيها بطريقه ثانيه. هل بقدر اعمل هاي اتخيلها تصور مثل التصور اللي هون، ولا لازم احلها على شغله انه القسمه عكس الضرب؟ فكروا فيها بسرعه اجاوب عليها، واللي بيعرف يمثلها وريني كيف مثل. هلا؟ لا. على مهلك. طيب ننتقل الآن على إشي ثاني. ننتقل الآن على إشي ثاني. إحنا خلصنا هيك الأعداد النسبية، ما توقع باقى علينا إشي في الأعداد النسبية. عرفنا كيف نحول من صورة عشرية لعادي، من عادي لعشري، من دوري لبسط مقام. أخذنا مقارنة، جمع، طرح، الضرب، القسمة. كله ترتيب تقريبا هي هاي الموضوعات اللي موجوده. في عندنا شغله ما حكيتهاش انا بالمره اللي هي الخواص، سموها خواص، حكيتها سابقا انا بس نرد نعيد عليها. العمليات على الاعداد بشكل عام، اول عمليه راح كانها عمليه الجمع. عمليه الجمع الخواص اللي أنا أقصد فيهن اللي هني إيش؟ تبديلية، توزيعية، محايد، نظير. هذول هني العمليات الأساسية اللي إحنا بنحكي عنهن، أو عفواً الخواص العمليات. تعال نمسكهم على مجموعة مجموعة على الأعداد الطبيعية. يعني نقول الجمع على الأعداد الطبيعية. هل الجمع على الأعداد الطبيعية تبديلي؟ طيب نعم. نعم. ليش؟ مثال 3 زائد 5 يساوي 5 زائد 3. شو رأيك نكمل الجمع على الأعداد الصحيحة؟ تبديلي ولا مش تبديلي؟ تبديلي. سالب 4 مثلا زائد 9 بيساوي 9 زائد سالب 4. هل الجمع على الأعداد النسبية تبديلي؟ نعم. يعني يقول نص زائد ثلث بيساوي ثلث زائد نص. احنا هون ما عندنا براهين، يعني ما راح ناخذ براهين، احنا بس بنتكلم عن الخاصية. شو معنى الخاصية؟ إذا أول خاصية، إذا نقدر نقول إنه خاصية تبديلية مع عملية الجمع لكل العمل على كل الأعداد صحيح متحققة يعني. عملية الجمع على الأعداد الطبيعية تبديلية، وعلى الصحيحة تبديلية، وعلى النسبية تبديلية، وعلى الحقيقية تبديلية. طب نيجي على الطرح. نفس الشيء. تعال نشوف. لا لا. عملية الطرح. الطرح. السيد 5 ناقص 3 على الأعداد الطبيعية لا يساوي 3 ناقص 5. أنا ممكن أجيب لك السؤال هيك، أثبتي أن عملية الطرح ليست تبديلية على الأعداد الطبيعية. أثبتي أن عملية الطرح ليست تبديلية. جيبي مثال حتى تنفي، حتى تنفي أنه الخاصية متحققة بكفي أنك تجيبي مثال واحد. هاي مثال أنه 5 عدد طبيعي وثلاث عدد طبيعي وخمسة ناقص ثلاث عدد طبيعي، لكن ثلاث ناقص خمسة أصلاً مش عدد طبيعي ولا تساوي اللي هو الإجابة، إذن هي ليست تبديلية أكيد.
طيب نيجي للضرب، هل الضرب تبديلي؟ نعم. فكر فيه على الاعداد الطبيعيه تبديلي، لما نقول 3 في 5 يساوي 5 في 3 مظبوط، كمان على الاعداد الصحيحه تبديلي، على الاعداد النسبيه تبديلي، اذا الجمع والضرب تبديلي على كل الاعداد، على كل مجموعات الاعداد. طب نيجي للطرح، هل الطرح على الاعداد الصحيحه تبديلي؟ لا. قبل ما تجاوب فكر، 6 او سالب 6 ناقص 4 هل يساوي 4 ناقص سالب 6؟ لا لا، هذيك تطلع سالب 10، هذيك موجبه، هاي تطلع سالب 10 ناقص 10، وهاي تطلع 10. شوف لا تساوي، اذا الطرح ليس تبديلي على الاعداد الصحيحه. طبعا الكسور على النسبية كمان ليس تبديلي، والقسمة نفس الشيء، يعني القسمة ليست تبديلية لا على الأعداد الصحيحة ولا الطبيعية ولا النسبية ولا الحقيقية. خلصنا هيك الأربع عمليات على التبديلية بس. طيب نيجي على الخاصية اللي بسموها في التوزيعية، قبل التوزيعية خلينا نحكي تجميعية. الخاصية التجميعية أنا يعني كتبتها شوي، الخاصية التجميعية، ايش يعني الخاصية التجميعية؟ أول شيء لما نتكلم عن الخاصية التجميعية احنا نتكلم بس عن عملية واحدة، ما نتكلم عن عمليتين. الخاصية التجميعية يعني مثلا أقول التجميعية على الجمع، يعني مثلا كيف؟ على الأعداد الطبيعية نأخذ، بقول 5 زائد 3 زائد 8، لاحظوا كم عملية حاطط أنا؟ عملية واحدة.